والله لا عيشون الزل اللي عيشوني اياه والله. والله لا رجعك يا خالتي مرتبي على الحديده انت واولادك مثل ما كنتوا. والله واللي اسمه الله. راجع مثل موجة غضب من عيونه بشرقة لهب. حقك فرد منه عتاب. لا لا تفرد فيه لو كانوا عشر سنين. لحظة غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر. تحمل صبر شو جاي سامي هون؟ أكيد جاي تسلم عليه تطلب الرضا. إيه معلوم تشتوش لأني أنا خربو أنا. اسمع أبو جابي، هن كلمتين ما بصيروا جملتين. هات لنشوف أتحفنا. بعيد عن طريقي أنت ولادها. قولوا لأخوك أبو حمدي أن سماع الشهود بده ينعاد من أول وجديد، يعني بده ينعاد. والأرض اللي مستأجرة مني بده يرد لي إياها. هدول رواية مو كلمتين. والله مثل ما سمعت. اسمع مني أحسن لك، خلينا نحط إيدنا بإيد بعض ونصير أهل. مو هلأ بشابي، مو هلأ. لكن إمتى خطاب؟ بس يبين مين المحق ومين المحقوق، يعني مين الظالم ومين المظلوم. ساعتها منحكي يا بشابي. شو قصدك؟ لا تعمل حالك راس، كل الناس بتنطحك وفهمك كفاية يا بشابي. سلام يا بضال. ولهجته ما عجبتني أخي. شو يعني عم يهددك؟ لا تقلي إنه ترك الصغار وبدي حط راسه برأس الكبار. هيك الظاهر. هذا الدبور أخذ أكثر من وقته. الظاهر ما لح يعديها بسلام. تفضل أخي تفضل. سالم يا سالم. إيه جيبك معلم. لك تعال خلصني. إيه حاضر. أبرني معلم. روح شوف لي هشام وأخوه نزار عند كانة أبو عطشي. بس إيه حاضر. قولي هل يكون الدبور شك فيهم عم يقربوا؟ لحنا شلون فلتوها؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. صحيح أخذ عسكر ضروري لكل واحد فينا، بس أنا بدي إياك تكون بالحارة بين أهلك وناسك، لأنه أنا عرفان إذا صار شيء للبلد لا سمح الله أنت ما رح تقصر. أعوذ بالله يا عمي أبعطى، شو قصر ما قصر؟ عليم الله كل فتر من أرض الشام بيسوى دم ألف أبضاي. أنا هيك بعرفك من وقت ما كنت صغير. بس هيك كتروا الدينات يا عمي أبعطى. ولا يهمك يا سيدي، رح حاسبك على كل شيء أعطيتك إياه. أنا مو حارق لي قلبي غير إنه عندي ذهب كتير ومالي طايل شيء منه. كلهم عند هالشم مقرين الساحرة هي خالتي مرتبي. بعرف هالشي بعرف. بعدين بنحكي. كل شيء بوقته حلو، كل شيء وقته حلو. شو هاد؟ والله وكيلك الحارة كلياتها مو شايفته، ولو ما أبعطى واقف معه ساندو كان التحش براته للحارة. او نحن عملنا له قتل قبل حماك حشك ولبك. اي والله والله وحياة عيونك لو ما تدخل واحد كبير من الحارة الا طلع على افام حماك. عمل له قتل حشك ولبك؟ وليش هيك صاير فيك ابو عاصف؟ اه ابن حماك اخذوا غدر من افاه وهو ما كان بده يخانقه، هو كان عم يفكهم بين يدي. ما هيك ابو عاصف؟ ايه مزبوط مزبوط مثل عم بيحكي عمي ابو ماضي. اخي انا ما كان بدي القصه تكبر بين ابو ماضي والدبور، بس لما اخذني غدر ما عدت نام الليل لحتى رد له الشبريه رصاصه بصدره لهالواطي. يعني ناوي له اياها ابو عاصف ما؟ انا اللي بدي اياه منكم تحطوا ايدكم بايدي وتكاتر عليه لهالواطي. انا من جهتي حاضر يلي بتتفقوا عليه، ما هيك ابو حديد؟ انا جاهز عندها، بس وين بدنا نسوي له اياها؟ هي بدها تفكير ومراقبه طريقه، لانه هذا الدبور
ماله سهل لحتى نستهين فيه يا رجال. وشو لك عندهم يا خطاب؟ أول شي شواربي، تاني شي أرضي اللي حاطت إيده عليها أبو حمدي بدي إياها. بس نحن لهلأ ما فرجيتنا براتك من عملتك لحتى طالب شواربك لك دبور. بكرة رح بتشوفها بعينها، وأول واحد رح بحلق له شواربه هو أنت. خسر، لسه ما خلالي بدي أحلق شواربي لك دبور، والإيد اللي تمد عليهم بدي أقطعها من شرشها. بكرة منشوف مين بدي يقطع إيد التانية بعدنا. روح عمي روح، روح بالأول سقيت براتك بعدين ورجينا مرجلتك. طولوا بالكم يا جماعة، عيب عليكم، هدوا حالكم. هدي يا بعدنا، أنت اللي طمعته بعدنا، أنت اللي طمعته عم تخلي هيك يساوي فينا. السلام عليكم. والله كل واحد بيعرف حاله شو بساوي مع خطاب يا أبو عدنان. سامع مختار؟ سامع شو عم يقول أبو عطا؟ رد عليه أحكي لك شي كلمة. أبو عدنان، اليوم المساء تجي لعندي على الديوان لحتى نسمع شهادتك أول واحد. لا ما حزرت مختار، أنا لا لي رأي ولا لي جاي، ما دخلي منوب. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة خلونا نهدي شوي، من غير شي أبو جابر مو قبلان بالصلح، الله يصلحه. لا يا سيدي قبل، بس بشرط ألعن منه. هاتوا لشوف شو هالشرط. يعني ما جبت له سيرة لأبو حمدي عن السرقة اللي صارت مبارحة؟ لك شو بدك يعني قله؟ الله لا يعطيك العافية. بدك يعني قله إنه في مين علم علينا بعد هالعمر وسرق البوايكية؟ وشلون بدك تعوضها سيد راسي؟ هالمرة قدرت غطي الغلة لحالي وحطيت نواطير مناوبة عليها، بس المرة الجاية ما رح ينفذ من بين إيدي بنوب. ليش؟ اسمع لك أبو العاص، كأنه في صوت جاي من ناحية المخزن. لا في صوت ولا في شيء، لا تتوسواس، المفاتيح كلياتها معي. شي لك اسمع عمني، عطي إدنا ولي ولي على هالبلا. قوم معي قوم قوم. سي خطفان رشيد، يمكن حسوا علينا اصحاب، حسوا اصحاب على السريع. امشي يلا. واقف عندك ولد، واقف ولد، لك واقف عندك، واقف لك واقف عندك انت ويانا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هدول أكيد مستعصدينكم يا أبو العاص. فشروا فشروا أبو دباح، فشروا. شو فشروا؟ هي شو اسمها؟ أنا برأي فورا خبر أبو حمدي. لا أبو حمدي لا، بس أنا من بكرة رح أحط حراسي على الأرض كلها، مو بس على البوايكية والمخازن. فوت فوت شوف الرزق شو صار فيه، فوت. لكوني على البلا، لكوني على البلا يا أبو دباح، ولك طار نص الرزق. البنت والصبي معلقة جوازتهم يا أبو عطا، إن فكيت الصبي رح تبقى البنت معلقة، والله أعلم شلون بدي فكها. بس طالما أبو جابر لحاله زل إلي قدام رجال الحارة، ليش هيك عم يصير معي؟ ليش؟ يعني يا بيعذبوا ولادي يا بيزلوني، والأمرين صعبين يا أبو عطا. رغي يا حمام الجوح، رغي يا حمام يا حمام. ايوه دق اول اخذنا اكشبك ابو حليم اصحاب. لا دق اول لا تنزعنا يا ليلة دعلك ابو حليم. عمي من هلا انت بتوصلني على بيتي وانا برد بوصلك على بيتك. ومين بده يوصل اول تاني؟ لك هلا فرقة بيناتنا، مين بده يوصل التاني؟ الحليم. لك وين رحيت؟ لا عم بتصفر طيرت يا على السكرة، شايفني طير قدامك انا؟ والله فكرتك سافرت. مو مسافر ما عليك يا ابو علي. لك ليك هذا ابو سعدو؟ مرحبا ابو سعدو. والله ابو سعدو مرحبا. ابو سعدو ابو سعدو مرحبا. لك شو بك عم تقول مرحبا؟ ما عم يرد علينا يا عيب. شو الزلمه عم يقول لك مرحبا ليه؟ ليه ما عم ترد؟ قال لي السلام. وين كنتوا انتوا اثنين؟ انت شو شايف؟ شايفكم سكرانين لحتى مطفيين. تف من تمك يا رجل.
هذا ابو الصيد راسه عم يوجعه وانا جاي معه رقم. وانت راسك عم يجعك؟ هو مو حبيبي فراسي انا صار يوجع. اخ يا راسي يا قلبي يا قلبي راسه. مدام راسك عم يجعك شو دخل هالريحه اللي طالعه منك ومنه؟ أنا ريحة هاي؟ ريحة العرق وسم الكرات اللي شاربينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن ما بنشرب منكر بس شو؟ راسي وجعني أما دهنته بسنين توم وشوية ينسون. وأخي أبو حديد نفس الشيء دهنه ببصري وعرق نعنع. والله مو هيك اخي ابو حديد ولا انا غلطان شيء؟ هذا ابو الصيد بيحكي اصلي. يلا روح انت وياه على بيتكم. يلا تصبح على خير ان شاء الله. بتفيق بكير وبتلاقي حالك جنرال كبير كبير ولا قلك بتصير وزير الحربيه. خافك ابو سعيد يعني سير كوماندون اخوي رحيل. وزير الحربية تضرب منك إله على هالشكيلات. معلش بسيطة، بكرة حسابكم عند المختار. تفضل أبو الصيد. تفضل خلينا نكمل السهرة. حاكم لسه الطاسة ما تعبت. والله عمرك اطول من عمري وانا كنت هيك بدي اقول لك. ما في غير المراه والاولاد بيكونوا بسابع نومين. ايش وعي لو كانوا صحيانين كنا متسلى اكثر. فوت 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 خد لك ارفع. مرحبا ابن حماي. ايوه مرحبا لابو. شو جايين تساوي هون انت وياه ولا؟ جاي على بيتي انا. واو وصلوا. يعطيك العافيه. ممنونك. انت روح توان وخليني اشوفك بعدين. ها ولو انا خدامك وخدام الطيبين من امثالك ومن امثال الدبور. والله بعرف. الله معك. من هون بالصيد. من هون. الله معك. دير بالك. ها الله معك. لا شو؟ عم قلك الحقو. عم تقلعني من بيتي يا خطاب؟ الحقو احسن ما طربش لك وشك ولعك. واذا بشوفك هون مرة تانية رجليك بدي كسره. يلا اتحرك. لك روح ربي يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا حق. حديد انت هلا رجال البيت بغياب ابوك، فبرضاي عليك تدير بالك على امك واختك. يا مو ليش اجا خالي ملتم وطلع ملتم؟ كانه ما بده حدا يعرفه. والله ما بعرف يا مو، بس خالك ابضاي وما بينخاف عليه. يلا يا مو فوتوا النوم. والله انا بترك الدنيا كلها وبيجي كرمال عيوني. صحيح قبل ما انسى بدي اياكي تاخدي هدول تعطيهم لجارتكم لما صوح الارمله والمره الجايه. ما عاد في المره الجايه، ما عاد فيني اشوفها غير لحظه تطلبني من اخي. شو هالكهاني هلا هيك يا سماء؟ مو وقتها والايام قايمه بيني وبين اخوكي اب ماضي. طب يا خطاب لاقي حدا يصالحكم مع بعض. ترى
اتركيها لالله لك يا سماح، هلا اتركيها لالله. والله العظيم رح طق، كثير خايفة. من شو خايفة يا روحي؟ من شو؟ خايفة يجي حدا ويطلبني من اخي ويجوزني او يبعدني عنك. وحياة المنصوبة يا خطاب، طق بجن. إيه هي لا تفكري فيها منوب، لأنه اللي بده ياخدك مني لسه الله ما خلقه. وأنا كمان يشهد علي ربي ما حدا بيلمسني غيرك إذا الله راد. آمين يا رب. هيك لكان. هي نعم سيدي. وأنا جيت قلك إنه الدبور طلع من الحارة وما رجع إلا بعد وش الصباح. وين راح؟ والله ما بعرف سيدي. لا لا، هدول صار لازمهم تأديب. عم يمشوا بالحارة سكت. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين أبو حديد. إيه والله عشت. وين عم تنام هلا؟ عندي سيدي عندي، أعطيته أوضة لحاله ودللته آخر دلال كمان. طلع أبو حديد. يلا ما فهمت عليك سيدي. طلق أخته لخطاب. شو يطلقها سيدي؟ إما هو قلعه من البيت مشان يطلق له أخته. شلون هي؟ ما فهمت. سيدي من يوم ما فات الحارة وعينه حمراء من أبو حديد ونهوي له الشر وعم يستناه عندها، ومبارح عمل له إياها بوسط بيته لأنه ليش ما بده إياه يكون صار. إيه ونحن شو لازم نساوي؟ سيدي لازم نرجع أبو حديد على بيته مشان أولاده. إيه والله يا سيدي داخل على عرضك. حاكم أنا ما عندي غير هذا البيت يلي ساكنه. ها ها. ليش هذا البيت لمين؟ للضلع القاصر اللي عندي بالبيت لحرمتي. شلون يعني؟ المرحوم أبو هشام أبوها لمرتي وأجوزني إياها اشترى لها بيت وسجله باسمها كاملا متكاملا. والله يا أبو حديد أنا ما رح أقدر ساعدك بشي. يعني سيدي يعني ما بتقدروا ترجعوا لبيته؟ والله حرام. بعدين رجال بعيد عن مرته، والله والله حرام. يعني ما أكون أنا بداله فلا بقدر أعيش يوم واحد بدون مرته. ما هيك أبو حديد؟ ايه والله عم تحكي الدغري. ما بيقدر سيدي ما بيقدر، انا بعرفه. وين بده يخليه بعيد عن مرته؟ يا عم ما بنعود نصلى بنوب. اذا صار شيء للبلد انت ما رح تقصر، ما هيك يا خطاب؟ اعوذ بالله يا عمي ابجوزي، شو قصر ما قصر؟ لك انا روحي في للشام واهل الشام. لك الله محيي اصلك. اصلا البلد مين فيه الا غير رجال هالطيبين والقبضايا مثلك؟ علوه روح معهم على خد عسكري يا عمي ابجوزي، علوه. بس انت دافع بدل ما رح ياخذوك. اي مشكله. ليل باحلى معلم. يسلم يا سالم. شوف خليل، ان شاء الله شبعت دقدسي وراي. الله يسامحك يا خطاب، انا ما بسال غير على صحتك. على صحتي لك انا عم تسال؟ كتراني كثير اجتماعاتك ودواوينك انت ونزار وهشام. ان شاء الله طمنوه. عن شو؟ على انه هالقهوه هي من ليها لهالعبد الفقير. لا والله هن ما طمنوني، بس ابو حمدي شرح لي اياها. إيه الحمد لله كتر خيره والله انه شرح لك، وان شاء الله شرح لك كمان انه بدي نص ارضه. شو؟ نص أرضه شقفة واحدة؟ وشو إلك كمان؟ ليكون الحارة كلها إلك هي واللي فيها. والله ما بتعرف بركي. المهم أنت دير بالك على حالك ولا تنسى أول يوم رمضان تسلمني القهوة. مالي نسيان. خاطرك. مالي نسيان. وين المصاري بدنا نشتري فيها يا مو؟ وين؟ مثل ما قال خالك بتروح لعند الخضري واللحام وبتجيب يلي بدنا اياه يا مو، وما بندفع برغوت واحد. وبلكي ما عطاني حدا منهم يا مو؟ اي بتروح وبتشوف خالك. حاضر يا مو حاضر.
يا مو حديد. نعم يا مو. جيب لأختك منضمينة وقضامة على سكر من عند أبو إبراهيم وقل له خالي بحاسبك. حاضر يا مو. رح نشبع الأكل من يومو رايح يا مو؟ ايه يا مو رح نشبع الأكل. لازم تعرفي يا مو إنه نحن مالنا فقرة والله طامرنا بفضله ومالنا بعزة حدا. إذا كان معنا كل هالمصاري وين بتكون مخباية يا مو؟ وين؟ هلا بوجيك أنت وياه. مشي داني ولا أنت وياه؟ تكي لحتى نحكي مع ابو حمدي كلمتين يا عبدو. حكايه حق جسمك. امشي ولا سيدي فهمنا شو مساوين يعني. بس توصلوا بتاكلوا فلقه بتعرفوا شو مساوين انتوا. يا شو الفلقه على الفلقه يا المصلوم عند ربه. بري امشي امشي انت وياه. خير ما عملت يا مختار. ان الله لا يرضى لعباده المعصيه ولا يرضى عن فاعلها إلا أن يتوبوا إليه توبة نصوحة. الله يتوب علينا يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أهلين أبو عطا. نعيماً. الله ينعم عليك يا رب. شرفنا بكرة لعندي على البيت أبو عدنان. خير أبو عطا شوفي. هقبل عند أولادك إن شاء الله. بكرة خطبت بنتي على ابن أخي أشرف. إيه. إمتى صارت هاي؟ ما أدري فيها. لسه ما صارت، بس أنا حبيت أدعيك اليوم مشان نتشرف فيها. إيه على راسي نتشرف أبو عطا نتشرف. الله يزيدك شرف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معناتها تحلايتنا كبيرة بكرة. إيه بنروح ليش ما نروح؟ قلتي لي بكرة كتب كتاب زهرية على أشرف عند أبو عطا؟ إيه والله. بكرة كتب كتابها. لكان اسمعي شو رح أقلك. اتفضلي. هلأ بتروحي وبتدعي كل نسوان الحارة يجوا لعندي بكرة بعد العصر. ايه ما تأخذيني. شو المناسبة؟ منشان نحتفل سوا بليلة النص من شعبان. يوم كيف بدك تحتفلي بليلة النص من شعبان وقلها خالصة يومي؟ هيك بدي احتفل بعد ليلة النص من شعبان. حدا قالوا عندي شي ست خالدية؟ إيه بس والله ما بيجوز تساوي هيك يا هند خانو. وليش لحتى ما بيجوز؟ نحنا رح نقعد ونذكر الله ونصلي على النبي ورح أوزع مصاري على كل بيت محتاج ورح ناكل حلو وملبس كمان. إيه إذا هيك الله يجزيكي كل خير وربي يعوض عليكي إلهي. كلمة ليك بعشر ذهبات. أيام فضيلة وعم تشربوا منكر يا كلاب. والله أهلي نعمة تبعكم. دقيلك 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 إن شاء الله يا عبدو. دقيلك يا عبدو. الله يوفق يا عبدو. دقيلك يا عبدو. الله يعتمني ياك يا عبدو. والله لا عمل من جلدكم دربكات يا كلاب. مشان الله يا عبدو داخل حريماتك رجلي ما عاد يقدر. اخ 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 لا 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 كلاب. بدي اعلمكم الادب يا كلاب انت وياه. لك شو هاد لك كرمه؟ شو هاد؟ شو ابو شكري؟ شايف حاطط بيعة القهوه باسمها. لكن باسم مين؟ ما اتفقنا انه تكون باسمي انا؟ ما بتزبط عمي ما بتزبط. شلون بقى ما بتزبط؟ فهمني. عمي بالمشهر ما حيصهرك ابو هشام ما رح يكتب لك شيء من القهوه باسمك خلصي. شلون بقى؟ القهوة باسم أمه للدبور حسب الدين والشرع. صهرك أبو هشام ما بيرد غير الربع ما في كلام. إيه بعدين صهرك ما رح يبيعك إياها لأنك ابن حمار. وبعدين هو ماله بعزة المصاري وما رح يبيع أملاكه لحدا. طيب وبعدين؟ هلا أنت إذا حملت درب طريقك ورحت عند الدبور وقلت له إنه إلي ربع القهوة رح يصدقك شيء؟ ما بيصدقك ما بيصدقك. مظبوط. بعدين أنا رح أتحمل كل شيء، يعني القتلة أنا رح آكلها، وأنا اللي رح طالب لك بربع القهوة وراس الدبور وحياة عينك لكسر وتكسير. بس هيك راح تصير ربع القهوة إلك. شلون صارت هاي؟ لا عمي لا. إذا بدك هلأ ببصم لك على ورقة إني بعتك إياها حلال زلال. إيه ها هيك الشغل مظبوط. عم حافي يلا هم يا شباب على العافية. كلوا يا مو كلوا إن شاء الله عوافي يا حق. يا الله ما أطلب اللحمة يا مو. بس يا ريت لو كان أبي معنا يا مو. شو بدك بأبوك يا مو هلأ؟ شو بدك فيه؟ كان أكل معنا لحمة. ما كان ياكل وما يطعمينا. شلون يعني سوريا ما كان يطعمينا؟ شلون؟ كان يسهر هو وبقاته وياكل اشكال والمان وما يخلونا شيء.
انت ضمنان انه تنجح هالشغله يا اخي؟ لو مالي ضمنانه ما عملتها. المهم هلا اولادي يوقفوا مع كرم وضد الدبور بالحاره. اولادي لا تاكل همهم، انا رح افهمهم. وهذا الشغل المضبوط. عقبال المطحنه والبيت والقهوه كله يصيروا لنا يا اخي. رح يصيروا لك كلياتهم يا اختي. يا رب يا رب. يعني بس هذا كرمه طماع شوي ولقمته كبيره. ما بيسائل اخي، اعطيه قد ما بده اعطيه، المهم يخلصنا من الدبور. ما خلى معي ورنك ليه؟ الله وكيلك سفيت الحديده. يو اخذ كل اللي معك؟ تدينت من ابو محجوب مشان سد له حلقه. بس اخي انت يعني معك غله البيت وغله القهوه عن شهر كامل، وينه؟ راح كل شيء اختي، راح كل شيء، والله يستر ما نمد ايدنا على الرسمال كمان. معلش اخي معلش، ادفع. انا رح امن لك كل برغوت بيلزمك لهي القصه. المهم يقطع لي رجل الدبور من الحاره وما ينوبه شيء. راح تنقطع اختي، راح تنقطع ويصير كل شيء اليك. ماشي اخي، رح جيب لك المصاري. ايه اختي اوام، حاكم هذا كرمه بده ينطل لي كل تكة والتاني، وهلا بيكون عم يشتغل شغله عند المختار. وهي الورقة شعة وكل شي فيها واضح. انا إلي ربع القهوة. وليش ما شفنا وشك من زمان بالحارة يا سيد كرمو؟ الوالد أعطاك عمره من مدة، وكان هو اللي عم يحاسب أبو هشام، ومن يوميتها أنا ثبتت الملكية إلي مشان ما حدا يمنعني من الفوت على القهوة، وأجيت دغري لعندها مشان ما تقول إنه كرمه ما خبرني قبل ما يطالب بحقه. بس هلأ عندي مشكلة أنا. خير مختار؟ خطاب صار بالحارة. خطاب؟ ومين هو هذا خطاب؟ ابن أبو هشام يلي باع أبوك ربع القهوة. إيوه؟ وشو يعني هي مختار؟ ما فهمتها. مو هو هلأ صاحب القهوة الأساسي ومتريس عليها. وأنا شو بدي فيه؟ أنا جاي لعندك مشان ما حدا يتعرض لي، وإذا مالك قد هالحمل مختار أنا رح أروح عند الكراكون لأني كتير متضايق، يعني بصراحة بدي مصاري. قوم معي لقلك قوم. والله يا مختار أنا اللي بتذكره إنه الوالد قال للوالدة إنه باع ربع القهوة، بس لمين باع هذا بقى ما بعرفه، وعلمه عند رب العالمين. مظبوط مختار مظبوط، شنو ابي بايامها كان متضايق كثير بقى مشان هيك باع ربع القهوه. سمعت مختار؟ ها هي اجا خطاب. يا حبيبي الله يمسيكم بانوار النبي. يا اهلا وسهلا. يا خطاب شو هالجماعه هي؟ مو باين انتو الاخير؟ ليش هيك نرجيله هي على ساعتها؟ السيد كرمو عم بيطالب بحقه من القهوه. ايوه مين هو هذا السيد كرمو بقى سيدي؟ السيد كرمو حضرته؟ نعم. أهلين، ميت أهلين والله عليه سيد كرمو. ميت أهلين عمي. إيه شو عم بيقول بده؟ عم بيقول بده ربع القهوة. إيوة شلون هالحكي هاد يعني؟ وين بيعربوها هاي؟ يا خطاب أخوك هشام ونزار شهدوا إنه أبوك الله يرحمه قبل ما يموت باع ربع القهوة للسيد كرمو، وهي الحجة تثبت كلامه. هي الحجة باطلة مختار، باطلة. وشلون باطلة يعني؟ انت ما دخلها، ما عم بحكي معها. شلون ما دخلني يعني؟ لك خلاص هلا سمعنا، مالي فاضي بعدين فهمها. مختار احكي لك شي كلمة قبل ما هلا يطلع خلقي، حكى بيصير طلع خلقي ما بعرف شو بيطلع من تمي. لا هو يطلع خلقك بيطلع بلعك معه. اطلع برات القهوة. لا خلاني من القهوة؟ لا عم بلعك من ربع القهوة، يلا اطلع من خلقتي. ماشي الحال، اصلا انا بعرف كيف جيب حقي من الكراكون. الله مع دواليبا. ماشي يا اخي امشي امشي امشي. السلام عليكم مختار. السلام عليكم مختار. عودة عليكم. درجة ست ما يدل. يا خطاب الزلمة معه حجة بتثبت انه ربع القهوة له. كله كذبه على بنضة هذا مختار، كله كذبه على بنضة. عروس بتاخذ العقل. طب وصالحة؟ هلا الله يرضى عليك، انسالي صالحة وفكر بحالك شوي. بس يا عمتي أنا الأحوال لساتها فايرة بيننا وبين عمك أبو عطا، ويمكن هالمشاكل ما تنحل ولا بعشر سنين. عمتي شو عشر سنين؟ شو نسيت أبوك وعمك قديش ضلوا متزعلين وما عم تحاكوا؟ يعني شو؟ يعني شوف حالك شلون مهموم على صالحة وأهلها ولا على بالهم. تتجوز غير صالحة؟ والله صعبة عمتي،
لك ايه تجوز ونكايه ببيت الصواف وشحن اهله رح يساوي الافراح ومو سائلين لا عليك ولا على صالحه. عرس مين بده يساوي ليش عمتي؟ عرس بنت حماك على ابن عمها اشرف. ايوه يعني انا قصتي نسوه وطووه مثل ما عم قلك. ومين هي العروسه شايفتي لي اياها؟ سعديه. مين سعديه؟ اخته للدبور عمتي. شلون؟ إذا الدبور أخذ أرضه أرضنا بصير حقامت ليك أخي. بس شو بدك ساوي يا أبو حمدي؟ أولتها وآخرتها الأرض مو إلنا. مو على كيفه ياخدها. شو هالحكي يا أبو حمدي؟ الأرض إله بالشرع والحجة. لك نحن اللي تعبنا فيها وسجرناها وساويناها جنة، هيك يجي ياخدها على باب المستري. أنا قلت لك من الأول ما بدنا نستأجرها من المرحوم أبو هشام يا أخي، ما بدنا. ليش أرض الدبور فادتنا ولا ضرتنا؟ لا الصراحة هي أحسن أرض بين كل الأراضي اللي حوالينا. وأحسن من أرضي وأرضك كمان. مظبوط. بس شو رح تساوي هلا؟ ما رح ياخدها ونحن أصحابها. ما بعرف شو بدك تساوي يا أخي، بس لا تاكل حق حدا. نحن الله مبارك لنا لأنه رزقنا حلال. أبو جابر أنت بتعرف أخوك أبو حمدي، أنا رح أفاوضه وأشتري منه الأرض، عجبك؟ وهي كل شيء واضح قدامك يا سيدي وكله بنور الله. مظبوط مظبوط كله مظبوط. هذا حكينا يا سيدي. هو شو قال لك؟ أنا ما حبيت أتعالق معه حتى ما تقولوا عني واحد مش كلجو. يعني ما رضي يعطيك حقه؟ أبداً يا سيدي، ما رضي وقلعني كمان. عبدو بنت حلوة بتطير العقل، مال وجمال وصاحبة أملاك. بس يا عمتي هي أخته للدبور. إيه أنا من شان هيك بدي إياك تتجوزها. كرمال الله ما بدي هذا النسب، إيه كله مشاكل. فهم علي يا عمتي، فهم بقى. شو بدي فهم؟ إذا تجوزت أخته للدبور رح بتجيبه لناحة وتبعده عن عمك أبو عطا. تاني باشتان رح بتخلي بيت الصواف يزحف وزحف لحتى يراضوك. أيوة أنت هيك قصدك عمتي؟ هاي جوازة مصلحة يا جابر. بس يا عمتي وصالحة، والله أنا بحبها. آخ رح تتجوزها بس بعد ما تفرض عليهم شروطك بأخته للدبور. يعني شو؟ يعني هلأ بس رح تخطبها وبعدين منشوف شو رح نساوي معها وحسب الظروف اللي رح تصير حوالينا. يعني عمتي ليه ما اتجوزها؟ إذا بدك تتجوزها وتصير صالحة نازلة على ضرها أنا ما عندي مانع يا عمتي، بس يمكن انت ما بترضاها. ما هي ايوه اسمع انت وياه، اوعك ترجعوا بكلامكم. شو ما صارها شو عمل لك؟ ولكي طالعوه كذاب. وشلون بدهم يطالعوه كذاب اذا معه اثبات انه القهوه له؟ ليش انتوا ناويين تفرطوا بالقهوه؟ ودي شو دخلك؟ قومي على المطبخ يلا. شو حكيت يا عمو؟ شو حكيت؟ ما حكيت شي يا عمو. الحرام تفرطوا بالقهوه. مو انا اللي فرطت فيها، ابوكي ابوكي هو اللي باع. يا ابو نحن ليش سوينا هيك؟ بكي راحت القهوه علينا بكي. لك ما بتروح، ما بروح عليكم شي يا عمو. انا عم بعمل كل هالشي مشان ما تخسروا ابدا، ما تخسروا. عم تفهموا؟ شلون يعني ابي باع على القهوه؟ ما خرطت مشطي هي. كيف بيقدر يبيعها وهي كامله مكمله مطوبه باسمي واسم اختي؟ عرب لي اياها لشو؟ وشلون مطوبه باسمك؟ هي شو هي؟ هي حجه نظاميه بتقول انه ربع القهوه لابي وانا وردتها منه. بعد امرك سيدي، ممكن تسكتوا لاشرح لها؟ كربو طالبر. سيدي لا ترد عليه، هذا بده ياكل حقي وحق اخواته. تعملوا شو لا؟ ايه سيدي عود على رواق واشرح لي شلون القهوة اتطوبت باسمك. وهي رح تسجل بصحيفتك يا ابو عطا والله رح يحسب لك اياها. شو رأيك ابو عطا؟ لك يا عمي الدنيا ما فيها شيء وما حدا رح يقطع راس حدا.
ونحن بأيام فضيلة يا أبو عطا، على أبواب شهر رمضان المبارك، والصلح خير والحكمة ما بتطلع إلا منك بهيك ظروف. والله يا جماعة أنا ماني حابب يكون هالشي بيناتنا، والله ماني حابب هالشي. إيه بس كتير صعبة، والله شايفة كتير صعبة علي. بعدين أنا ماني مأذنب لحتى اعترف بذنبي قدام أهل الحارة كلها. شي أخي مرحبا، قيمتك بقلوبنا محفوظة، وانت قدام مين رح تقول هالشي؟ مو قدامنا؟ يعني شو فرقت معك إذا كنا هون ولا بالساحة؟ والله يا جماعة هو بده يزلني قدام أهل الحارة، صدقوني هيك قصده. مو هيك قصده أخونا أبو نادر، مثل ما قال قيمتك محفوظة بقلوبنا يا أبو عطاء. طيب مثل ما بدكم، أنا راح أحضنه وبوس شواربه قدامكم، بس شيت إني أرفع إيدي وأقول يا ناس يا هو أنا الغلطان وحق أبو جابر على راسي، هاي لا يحلم فيها لا هو ولا غيره. طب شو بدك؟ وين فايت؟ قعدي تعال هون دستور يا حريم. رايح أخي رايح. انت شو بتفوت على بيتي هيك؟ لك هذا بيتي قبل ما يكون بيتك. انت ما لك شي عندي. لك انا اللي لي كل شي وانت اللي ما لك شي. امشي اطلع من بيتي. عم بتقلعيني من بيتي لك يا خالتي مرتبي؟ اي نعم من بيتي عم بتقلعيني. شو بدك؟ لا شو بدك؟ بدي كل الوراق والحشش ومال الكيانات اللي عندي. يلا وين راح يطلع لي اياهم؟ تاخذ اللي بدك اياه بس تتوزع الورثه، والورثه ما بتتوزع لبعد سنه من وفاه ابوك. ماشي ماشي يا خالتي مرتبي، بس بعمرها شجره ما وصلت لربها. عيني يكون في بوشي شوارب اذا بترك لك بتليك. بس هشام سمعنا انت الثاني مثل ما قلت لك امي. هلا بيكون ذبح على امي. يلا والله اذا مساويه والله لا اعمل لك من جد دربكات. لك مشان الله علق لي مشلعته وخلصني بقى منه. لك خلصني منه. خلصنا هدي بقى. قطع عمره. لك دبور تعالوا لك دبور. بدي اسكت. حاضر سيدي حاضر خليه يفتح. لك دبور. ولي على قامتي على هالسمعه وانت رضيتي؟ يو شو هي رضيت وما رضيت؟ ليش انت ما بتعرفي يا لامي؟ ايه شو ناوية تطقق معطى وبنتها صالحة؟ عليم الله مو سائلة اصلا، وبعدين لما اجت الست خالدية فتحت لها خبر خطبة البكواتي، لا سألت لمين ولا حتى سألتني لإلي. ايه لك انت قدريني، هذا شغل هند خانو، حاكم هلا مشتغل النكايات. عليم الله انه طاير عقلي بزيارتك، لك ليش ما بتجي لعندي دائما سعدية؟ شو بدك امي تذبحني؟ إيه لو مالها بالعدة وبعتتني بدالة على سوق النسوان ما كنت قدرت اجي شوفك. اسمعي على السمعة، عرفتي انه خطاب قلعوا لجوزي؟ شو هالحكي؟ اي والله يقبر قلبي يقبر قلبي. شو قبضاي؟ اي اختي احكي لي كمان عن اخي خطاب. اي والله هذا اخونا كلياتنا تقدريني. هذا يا ستي البيت اللي كنت فيه هذا بيتي، والحريم اللي فيه مرت ابي واختي، فبشو بنكون غلطنا؟ اي ما في هالشي اذا فات على بيت ابو يا ابو فخري، ما في هالشي، هذا بيت اهله واخواته. شو قلون؟ المالكانات كلها لامي وبس، ومكتوبه باسمي واسم اختي. اه يعني ابوك ما له شيء لخطاب؟ لا سيدي ما له شيء، ولا بيملك اشي من المالكانات تبعنا. شو يا ابو عطاء، كلام خطاب مزبوط ولا عم يفتري على ابوه كمان؟ والله يا ابو فخري انا يلي بعرفه انه ابو هشام ما كان بيملك شيء وقت اللي تجوز للمرحومه امه لخطاب. اه طيب ليش مرت ابوك ما عم تعطيك الحجج مشان تبينها للناس؟ روحوا اسألوها قالها ليش؟ يعني هل مفهم من كلامك انه كرمه كذاب وما قاله شي بالقهوة؟ ايه نعم سيدي، كرمه كذاب وما قاله شي بالقهوة، اصلا ابي ما بيقدر يصرف بشي من املاكي انا واختي. بس ما خبروا الشيخ حسن خليه يجيب لي الحجج من بيت ابو هشام. قلت لك بيتي وبيتي الي لحالي. لك شو بدنا فيهم يا ابي؟ شو بدنا فيهم؟ يا ابي هدول الاثنين صاروا من رجالنا، يعني بكره بيخدمونا بالحارة. شلون بدهم يخدمونا؟ مشان بيت الصواب، بعدين خطاب قلعوا لأبو حديد من بيته. معناها الدكتور عم يصب حسابه أول بأول. ليش يا أبي؟ أبو حديد كان صاحبه الخطاب وانقلب عليه. لنشوف شلون بدنا نطلعنا من الكركون. أنت أبو حمدي البكوان ما في شي بيصعب عليك. لازم نلاقي حل نريح فيه خطاب يا مختار، ونجيب له كل الحجج من بيت ابو هشام. شو بدنا نساوي يا ابو عقاب؟
شو بدنا نسوي اذا مرت ابو يبكي راسها ما تفتح الصندوق الا بعد سنين؟ هذا كلام فاضي يا مختار. لا الشرع ولا الدين والعرف بيقول انه يخلي خطاب مشنطط وبيعزل الناس حتى جناب حضرتك يجي على بلد يفتح الصندوق وتعطيه حقه. طيب شو بدنا نسوي يا ابو عطا؟ انا بقول خلينا نبعث الداي خالديه لعنده. انا معك سيدي. شغله ثانيه يا مختار، ليش لهلا مبرد قلبك بسماع الشو؟ مو انت بتعرف ليش يا ابو عطا؟ ابو حمدي بده يعمل عنتريه. والله اذا بدك ترضي ابو حمدي وغيره وغيراته على حساب حقه لخطاب، بنكون نحن مالنا رجال تنسمع كلمتنا بالحاره يا مختار. لحظت غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر تحمل.